votre site. Merci pour votre attention, merci pour votre présence. اليوم حنا جيت فخورين بتتشين رابع مصنع ديال يازاكي في المغرب. يازاكي في المغرب كتشغل اكثر من 17000 كفاءه مغربيه في طنجه، القنيطره ومكناس. هذا ثاني مشروع وثاني مصنع في القنيطره. يازاكي ايضا قررت موقع المنصه ديالها في الجهه كامله، يعني جهات اوروبا وافريقيا، هنا في المغرب منصة لوجستيكية وأيضا منصة مالية. اليوم حنا جد فخورين بهذا المصنع، هذا المصنع اللي كان أساسا في الاتفاقية اللي مدناها مع يازاكي غيشغل 1700 كفاءة مغربية، واليوم وصلوا ل 3300 كفاءة اللي كتشتغل في هذا المصنع، يعني ضعفوا التوقعات اللي كانوا التزموا بها مع الوزارة. حنا جد فخورين بهذا الإنجاز وجد واثقين بالمستقبل وبالتنافسية ديال المنصة الصناعية المغربية تحت القيادة الرشيدة ديال سيدنا لانسو. هذا كيمثل الالتزام ديال يازاكي بمواصلة النمو ديالها في المغرب، وهذا راجع بسبب الدرجة الأولى أن المغرب له من الإمكانيات اللي كتسمح له أنه يوفر المجال المناسب للاندستري أوتوموبيل، ولكن بالخصوص اليد العامله المغربيه المدربه، الرجال لي كادر والناس اللي كيمكنوا ان يازاكي وجميع لي زوتر ميلتي ناسيونال انهم يستمروا في المغرب. يازاكي كتلتزم انها غتواصل المسير ديالها. اليوم كنحتفلوا ب 20 عام اللي حنا في المغرب، ولكن ان شاء الله غادي نواصلوا في المستقبل النمو ديالنا في المغرب ان شاء الله. شكرا. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.